Rejouer un match de trois manches, tie break de toutes les manches, changement de balle, dernière manche. وليد بوعويش 27 سنة، صحفي بإذاعة الجزائر الدولية في القسم الرياضي الناطق باللغة الفرنسية، وفي نفس الوقت حكم دولي في رياضة التنس. البداية كانت أني كنت لاعب سابق في صفوف المنتخبات الوطنية صفة الأصناف الصغرى. بديت التنس في عمر يعني كان عمري 5 سنوات، وفي 2007 يعني التحقت بسلك التحكيم، كانت أول تجربة لي للألعاب الإفريقية هنا بالجزائر. وفي 2012 كانت ربما البدايه الحقيقيه لما تحصلت على الشاره الدوليه، الشاره الخضراء، وين مكنتني باش نحكم عدة دورات دوليه هنا بالجزائر ودورات في الخارج، منها البطوله الافريقيه بتونس. رياضه التنس انا نحبها ملي كنت صغير، يعني بما اني كنت لاعب دخلت مجال التحكيم، يعني تبعت اصدقاء تاعي اللي كانوا حكام قبل مني، وانا كان في عمري 24 سنه تحصلت على الشاره تاعي الدوليه. هذا كان بالمساعده مع عده حكام جزائريين اللي ربما شافوا فيا اني نقدر نكون حاكم اكثر مني نكون لاعب، ولكن المأمورية كانت ربما نوعا ما سهلة، ولكن الصعب هو اللي راهو. في 2011 كنت التحقت بإذاعة جامعة التكوين المتواصل، كنت نعمل باللغتين الفرنسية والعربية. وفي 2013 يعني تلاقيت زملاء صحفيين في القسم الرياضي بالإذاعة الدولية اللي عاونوني كثير اني التحقت بالإذاعة الدولية، واقتحمت هذا الميدان في 2013 اني اصبحت من طاقم القسم الرياضي في الإذاعة الدولية. وكان لي الشرف ان السنة الماضية رحت عملت الدورة الكبرى لكرة الطائرة بمكسيكو بجمهورية التشيك، اللي كانت أول خرجة إعلامية بالخارج لي، وهذا راني في بداية طريق في الميدان الإعلامي. طموح هو طموح كأي حكم دولي، أنا الآن في بداية المشوار، يعني تحصلت على الشارة الخضراء في 2012، الآن راني نبحث على الشارة البيضاء اللي تسمح لي باش نشارك في أكبر الدورات العالمية. أنا ترشحت لي دورة رولان غاروس لهذه السنة في انتظار إجابة من الاتحاد الدولي، من اتحادية التنس الفرنسية. إذا كانت الإجابة إيجابية هو شرف لي وللجزائر، وإذا كانت الإجابة سلبية أنا جد سعيد بالمشوار لحد الآن أنا حققته، في انتظار المزيد إن شاء الله.